تغييرات في صحف شرق إفريقيا، والبداية من كينيا، حيث اهتمت صحيفة ديلي نيشن باستطلاع رأي وضع نائب الرئيس ويليام روتو كمرشح مفضل في الانتخابات الرئاسية بنسبة 38% من نوايا التصويت، متقدما على خصمه الرئيسي رايلا أودينغا الذي حصل على 27%. وقالت الصحيفة أنه لضمان الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات يجب على المرشح الرئاسي أن يحصل على 50% على الأقل من إجمالي الأصوات و 25% في 24 مقاطعة على الأقل. وفي إثيوبيا، تواصل The Ethiopian Herald التعليق على تقرير منظمة العفو الدولية عن الجرائم التي ارتكبها متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في ولاية أمهرة، مع التركيز على رد فعل الإثيوبيين على الشبكات الاجتماعية. هذا واعتبر الإثيوبيون حسب الصحيفة أن التقرير كشف كل الفضائع المروعة والقسوة التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية في أجزاء مختلفة من ولاية أمهرة، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى صعيد آخر، تمت فانا بيسي بقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي مسلطة الضوء على مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي أكد التزام إثيوبيا بلعب دور في تعزيز التعاون والشراكة بين إفريقيا وأوروبا. وأوردت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء الذي قال إنه مقتنع بأن قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ستؤدي إلى نتائج من شأنها تعميق التعاون والشراكة بين القارتين من أجل تحقيق التنمية المستدامة.